بينما تستمر الحرب في أوكرانيا، تسعى عدد من الدول العربية والغربية إلى تقديم حلول للأزمة وتطرح مبادرات لإنهاء الاقتتال المتصاعد منذ عام ونصف العام تقريبا. في فبراير الشهر الماضي، وبالتزامن مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، نشرت وزارة الخارجية الصينية مقترحا من 12 بندا لتحقيق السلام، ركز بشكل أساسي على وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف والشروع في محادثات سلام بين الطرفين لإنهاء الحرب. بدورها أطلقت الدول الإفريقية مبادرة بقيادة رؤساء 6 دول، هي مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر وسنغال وزامبيا وأوغندا. وكان من أبرز بنودها خفض التصعيد من الجانبين، ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيق السلام عبر المفاوضات، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق على المبادرة خلال القمة الروسية الإفريقية التي عقدت قبل أيام في مدينة سانت بطرسبرغ، مؤكدا أن بلاده تتعامل معها باحترام، كما أشار إلى أنها والمبادرة الصينية يمكن أن تكونا أساسا للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع. ومؤخرا أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن موسكو تلقت 30 مبادرة لوقف الحرب الدائرة منذ فبراير 2022 عبر قنوات رسمية وغير رسمية. وفي وقت تعلن روسيا استعدادها للتفاوض، تشدد كييف على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي صيغة الرئيس زيلينسكي للسلام. يوم أمس أعلنت وسائل إعلام غربية بأن مدينة جدة السعودية ستستضيف محادثات سلام بشأن أوكرانيا تشارك فيها الدول الغربية ودول نامية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية. دكتور محمد، مرحبا بك. 30 مبادرة إذن لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، لماذا لم تستطع أي من هذه المبادرات، ومن بينها مبادرتان إفريقية وصينية، من إحداث اختراق في مسار التسوية وهذه الأزمة؟ لأن هناك أسباب مركبة ومعقدة، بعضها يعزى إلى طبيعة الحرب الروسية في أوكرانيا، والبعض الآخر يعزى إلى مواقف الأطراف المعنية مباشرة، خاصة الكريملين. إذا نظرنا إلى ما يحدث في أوكرانيا منذ قرابة العام ونصفه أكثر، هو حرب غير عادية، بمعنى لسنا أمام مواجهة بين طرفين فحسب، بل هي الأراضي الأوكرانية بمثابة حقل عمليات قد يبدو في ظاهره بين الروس والأوكرانيين، لكن في باطنه هي حرب مفتوحة، توازن القوى بين معسكرين، معسكر شرقي بزعامة روسيا ومعسكر غربي بزعامة حلف شمال الأطلسي. إذن لا يمكن الحصول أو ترقب مساعي للوصول إلى معادلة صفرية، بل نحن الآن في معادلة صفرية مطلقة، الجميع يناور ويقاتل ويقدم السلاح دون تحقيق التسوية في الميدانية. إذن التسوية الدبلوماسية تأتي كما تفضلت ب30 مبادرة، لكن هي مبادرات فقط من باب تجسيد حسن النوايا، وأن هناك مواقف دبلوماسية، لكن بوتين في الكرملين وزيلينسكي في كييف كلاهما يتبنيان مقولة محمود درويش: لا شيء يعجبنا. لذلك نلاحظ أن الروس يتمسك